أهلا بكم في نشرة السادسة مساء من قناة النادي الأهلي وإلى العالم. محمود طاهر يشيد بمشروع بطاقة الجمهور. الأهلي وجماهيره يحتفلون بذكرى ميلاد صالح سليم. وعبد الحفيظ لم نتطاول على الحكام والأهلي تعرض للظلم. بكم مجددا والى التفاصيل. اشاد المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي بمشروع بطاقه الجمهور والذي اصدرته اداره المباريات بالنادي، مؤكدا انه يضاهي نظم الجماهير في الدوريات الاوروبيه الكبرى. وقال ان النادي عكف منذ نحو 5 أشهر على اعداد المشروع حتى يخرج بالشكل الذي يليق بالنادي الاهلي، لافتا الى ان مجلس الاداره دائما ما يسعى لعودة الجماهير والعمل على كافة الطرق والتي تساعد على عودتهم للمدرجات مرة أخرى. وأكد طاهر فخره واعتزازه بمشروع بطاقة الجماهير كونه يؤكد على ريادة الأهلي، فهو النادي الوحيد والذي أصبح يسهل على الجماهير ويجعل عملية دخول الجماهير بشكل إلكتروني تام، مشيرا إلى أن الشيء الوحيد الذي ينقص حاليا هو إلغاء التذكرة الورقية، موضحا أنه حال العمل داخل الدولة بنظام دخول الجماهير للملاعب بشكل إلكتروني سيكون هو النادي الوحيد والذي لديه هذه الإمكانية. النادي الأهلي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بذكرى ميلاد المايسترو الراحل صالح سليم والذي وافق أمس الاثنين. وتفاعل عشاق النادي الأهلي ومحبو النجم الراحل صالح سليم من خلال نشر العديد من إنجازاته وصور له مع نجوم عصره من بينهم بيليه، والتأكيد على القيم والتي أرساها في النادي. يشار إلى أن صالح سليم أحد أساطير النادي الأهلي والفترة التي تولى فيها الأهلي رئاسته على مدار 18 عام تمكنت القلعة الحمراء من حصد عدد كبير من البطولات، جعلت سليم أكثر رؤساء النادي حصدا للبطولات، ومن بين تلك الألقاب بطولة الدوري 13 مرة، بطولة الكاس 9 مرات، ودوري الأبطال الأفريقي 3 مرات، والسوبر الأفريقي مرة واحدة، وبطولة أفريقيا أبطال الكاس 4 مرات، ومرة واحدة لبطولات الأفرو الأسيوية، وكأس الكؤوس العربية، وكأس أبطال العرب، وكأس النخبة العربية 2 مرات. في خبر آخر، رفض زيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مزاعم البعض داخل لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح بمحاولات تصوير مشهد الاعتراض على حكم مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش على أنه خروج من المألوف. وقال الجميع يعلم أن الأهلي لم يعتاد على توجيه الإساءة أو الإهانة لأي عنصر من عناصر المنظومة الكروية،
وأن مبدأ الاحترام هو السائد في كافة التعاملات. وأضاف: هل التصريحات التي طالبت فيها بمعرفة آليات اختيار الحكام يندرج تحت بند الإهانة؟ وأشار إلى أن فريقه هو الذي تعرض للظلم، ومع ذلك لم يصدر أي تطاول سواء مني أو من أي فرد داخل الجهاز الفني ضد الحكم. النادي الأهلي تصريح السفر الخاص ببعض لاعبي الأهلي قبل السفر إلى تونس لمواجهة الترجي يوم 23 سبتمبر الجاري في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وقال سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالأهلي أنه يقوم حاليا بإنهاء إجراءات سفر بعثة الأهلي إلى تونس، مشيرا إلى أن كافة التصاريح والمتعلقة بسفر اللاعبين المطلوبين للتجنيد تم الانتهاء منها، موضحا أن الأهلي يضم 12 لاعب داخل التجنيد. استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مختار تتش استعدادا لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي لدور أبطال أفريقيا. وشارك في تدريب جميع اللاعبين باستثناء اللاعبين والذين شاركوا في المباراة الودية أمام الجونة أمس والتي أقيمت وانتهت بفوز الأهلي بستة أهداف دون رد. للمزيد من التفاصيل حول تدريبات الأهلي اليوم ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الزميل حازم البرعي مراسل قناة النادي الأهلي. حازم أهلا بيك. أهلا بيك فيروز وأهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي. حازم، إيه آخر أخبار ميران الأهلي؟ النهاردة الفريق خاض تدريبه الأول الفعلي استعدادا لمواجهة الترجي. امبارح كان في مباراة ودية أمام فريق الجونة وانتهت بفوز الأهلي بستة أهداف نظيفة، واول امس كان مباراه في الدوري امام فريق طلائع الجيش وانتهت بالتعادل 1-1. النهارده التدريب جميع اللاعبين حضروا واشتركوا في التدريب ما عدا وليد سليمان بس اللي ادى تدريبات للجيم، وشريف اكرامي ادى تدريبات هناك حوالين الملعب جري حول الملعب بيشعروا بالاجهاد. نعم. طيب امتى امتى هيغادر الاهلي لمعسكر الاسكندريه حازم؟ حتى الان لم يتحدد، يعني هو التدريب بكره ان شاء الله باذن الله، هنا السفر يا اما بعد التدريب او صباح الخميس ان شاء الله باذن الله، بس ما فيش قرار نهائي حتى الان. حازم البرعي مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معايا عبر الهاتف. أكد أحمد أيوب المدرب العام لنادي الأهلي على قوة فريق الترجي التونسي تحت قيادة المدير الفني فوزي البنزرتي. وأضاف أيضا أيوب أن الترجي فريق منظم وقوي ويملك خط هجوم مميز ولاعبين دوليين في المنتخب الأول عكس آخر سنتين، وهو ما يعكس قوة بطل تونس. Thank you.
يصل عبد الله الشامي المدافع السوري الى القاهره للانضمام لصفوف النادي الاهلي خلال 48 ساعه. وقال سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي إن اللاعب حصل على تأشيرة دخول مصر، وأوضح عدلي أنه سيقوم بإنهاء حجز الطيران للاعب ليصل للقاهرة خلال اليومين القادمين. وكان اتحاد الكرة قد قرر سماح الأندية الدوري بضم لاعبين من أصحاب الجنسية السورية أو الفلسطينية على أن يعاملوا معاملة اللاعب المحلي. أبلغ إبراهيم المرزوقي القنصل التونسي في مصر مسؤولي النادي الأهلي على أن فريق الترجي التونسي يدرس الحضور إلى برج العرب بطائرة خاصة بعد غد الخميس استعدادا لمواجهة الأهلي. من جانبه أكد سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بنادي الأهلي أن فريق الترجي التونسي يفكر في القدوم إلى القاهرة بطائرة خاصة استعدادا لمباراته مع الأهلي يوم 16 سبتمبر الجاري ضمن ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا. وأضاف عدلي أن الترجي كان من المفترض أن يصل إلى القاهرة أولا يوم 13 سبتمبر الجاري ويقيم في أحد فنادق مصر الجديدة ثم يذهب بعد ذلك إلى الإسكندرية، ولكن القنصل التونسي أبلغنا بأن الفريق سيصل مصر يوم 14 بطائرة خاصة على أن يكون الوصول بالإسكندرية. إلى اتحاد الكرة، حيث حرص حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي على التواجد ظهر اليوم باتحاد الكرة لزيارة العميد ثروة سويلم المدير الفني التنفيذي عفوا للاتحاد، والذي أجرى عملية جراحية في وتر أكيلس مؤخرا. وأطمأن البدري على سويلم وحالته الصحية في إطار العلاقات الطيبة والتي تجمع الطرفين منذ فترة طويلة. كما التقى المدير الفني للأهلي بالمهندس هاني أبو ريدة رئيس الكرة أثناء تواجده بمقر الاتحاد، وجمعهما حديث ودي قصير في بعض الأمور المختلفة. أكد إيهاب لهيط المدير الإداري للمنتخب الوطني الأول أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني قرر الإعلان عن قائمة اللاعبين المحترفين والمقرر ضمهم إلى قائمة المنتخب في المعسكر القادم استعدادا لمواجهة الكونغو يوم 20 سبتمبر الجاري، وقبل الموعد الرسمي لفترة التوقف المحددة يوم 2 أكتوبر بأسبوعين. ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الكونغولي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 والتي ستقام بروسيا، حيث يستضيف ملعب استاد الجيش الجديد في برج العرب المباراة المرتقبة بين الفريقين، وذلك في مباراة حاسمة بعدما عاد المنتخب الوطني لتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط. الالتزام دايما.
بتعلم، بتحرك، ببص لقدام، بجري، مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. متابعة أخبار الألعاب الأخرى، حيث أكد أشرف عبد الفتاح رئيس جهاز تنس الطاولة بالأهلي أن الفريق يواصل تدريباته اليومية بصالة تنس الطاولة بمقر الأهلي في مدينة نصر استعدادا للبطولة العربية والتي تنطلق مطلع نوفمبر القادم بلبنان. وقال عبد الفتاح أن صفوف الفريق ستكتمل الأسبوع الجاري بعودة كابتن الفريق سيد لاشين بعد أدائه فريضة الحج. وأشار عبد الفتاح إلى أن السيد لاشين كانت لديه رغبة في اعتزال اللعب، ولكن الجهاز الفني أقنعه بالاستمرار لحاجة الفريق لجهوده وخبراته. للمزيد من التفاصيل ينضم الينا الان عبر الهاتف اشرف عبد الفتاح رئيس جهاز تنس الطاوله بالاهلي. كابتن اشرف اهلا بيك. اهلا بيك كابتن اشرف. في البدايه، ايه هي استعدادات الفريق للبطوله العربيه والموسم الجديد؟ طبعا احنا في بدايه الموسم احنا كان عندنا بطوله انديه افريقيا، وبعديها ابتدينا فتره الاعداد للموسم الجديد، وحاليا احنا شغالين ان شاء الله بنعد الانديه العربيه باول قدر باذن الله. طيب كابتن اشرف، هل في اي اصابات في الفريق؟ لا، هو بس احنا السنه دي يعني فقدنا اثنين لعيبه مش هيقدروا يكونوا معانا، ان هم راحوا احترفوا في دوري الروب، عمر عصر ومحمد الدالي، الاثنين من احسن لعيبه عندنا في الفرقه، انما ان شاء الله بالموجودين كابتن اشرف يبدو اننا فقدنا الاتصال بكابتن اشرف. كابتن اشرف عبد الفتاح المدير الفني لتنس الطاوله بالنادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معايا عبر الهاتف. اكد ياسر صلاح المدرب العام للفريق الاول لكره اليد سيدات بالنادي الاهلي ان دعوه المشاركه في البطوله العربيه بالمغرب والتي تقام في الفتره من 17 وحتى 24 سبتمبر الجاري تم ارسالها للنادي متاخره، ما يجعل هناك شك في اللحاق بالبطوله لضيق الوقت. وأضاف ياسر صلاح أن في حال إنهاء إجراءات السفر في ظل الوقت الضيق سيسافر الفريق للمغرب يوم 16 سبتمبر الجاري ليشارك في البطولة والتي سيخوض خلالها خمس مباريات على أن يعود يوم 25 من الشهر نفسه. وأوضح ياسر صلاح أنه في حال عدم اللحاق بالبطولة العربية فإن الفريق سيدخل معسكرا داخليا بشرم الشيخ لمدة أسبوع يبدأ من يوم 26 سبتمبر استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، على أن يخوض الفريق مباراتين وديتين على الأقل عقب العودة من المعسكر وقبل انطلاق الدوري. انضم محمد رمضان لاعب الفريق الاول لكرة الطائرة بالنادي الاهلي لصفوف المنتخب الوطني استعدادا لبطولة كاس الامم الافريقية والتي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر القادم. وكان الجهاز الفني للمنتخب قد استدعى رمضان للانضمام لمعسكر الفراعنة بعد ظهوره بمستوى اكثر من رائع مع منتخب الشباب في بطولة العالم التي استضافتها مصر الشهر الماضي. جدير بالذكر أنه بانضمام رمضان إلى المنتخب الوطني يصل عدد اللاعبين المنضمين إلى صفوف الفراعنة من نادي الأهلي إلى 9 لاعبين،
وهم عبد الله عبد السلام، حسام يوسف، احمد قطب، عبد الحليم عبو، واحمد سعيد، احمد حماده، عبد الرحمن سعودي، ومحمد عادل، ومحمد رمضان. وصلت بعثة منتخب اليد مواليد 98 إلى القاهرة بعد الحصول على الميدالية الفضية في بطولة أمم أفريقيا والتي أقيمت بساحل العاج في الفترة من 4 وحتى 10 سبتمبر الجاري. ويتأهل المنتخب إلى بطولة كأس العالم 2018 بعد وصوله إلى المباراة النهائية والتي خسرها أمام منتخب أنغولا بنتيجة 29-19. يواجه منتخب سيدات الكرة الطائرة تحت 23 سنة مساء اليوم نظيره التايلاندي في إطار ثالث مبارياته ببطولة العالم والمقامة حاليا في سلوفينيا. وكان منتخب مصر قد خسر أول أمس الأحد في أولى مبارياته أمام الدومينيكان بنتيجة 4-2 قبل أن يلتقي الصين أمس في ثاني مواجهاته، ومن المقرر أن يحصل على راحة غدا الأربعاء ثم يواجه الأرجنتين الخميس ويختتم مواجهات الدور الأول بملاقاة سلوفينيا يوم الجمعة المقبل. يواجه المنتخب الوطني لرجال كرة السلة المغرب يوم الخميس المقبل في دور الثمانية من بطولة أفريقيا للعبة المقامة فعالياتها في تونس والسنغال. وكان المنتخب قد تأهل عن المجموعة الرابعة بعد تحقيقه الفوز في مباراتين أمام موزمبيق في الجولة الأولى وجنوب أفريقيا بالجولة الثالثة مع خسارة ثقيلة أمام السنغال بنتيجة 87-52 في ثاني الجولات، ليتأهل كثاني المجموعة. ويتوجه المنتخب مساء اليوم إلى تونس استعدادا للقاء المغرب القادم واستكمال منافسات البطولة. يذكر أن فعاليات الدور التمهيدي أقيمت في السنغال على أن تقام مباريات الأدوار النهائية في تونس. فاصل قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمية. إلى جولة في الملاعب العالمية، حيث تنطلق في 9:45 مساء اليوم مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بثماني مباريات في مجموعات الربع الأول من البطولة الأعرق في تاريخ القارة العجوز. ويستضيف ملعب كامب نو بمدينة برشلونة مباراة قمة اليوم بين برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ضمن مباريات المجموعة الثالثة، والتي تضم أيضا أولمبياكوس اليوناني وسبورتينغ لشبونة البرتغالي. وفي باقي المباريات يستضيف روما الإيطالي ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، فيما يلعب تشيلسي على ملعبه أمام كارتاج الأذربيجاني، وسلتك الاسكتلندي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونخ أمام أندرلخت البلجيكي.
محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي بدور زملائه بالفريق في المستوى والذي وصل له وتتويجه بجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس بصفوف الريدز، مؤكدا على تطلعه لقيادة الفريق للفوز على إشبيليا الأسباني في دوري أبطال أوروبا والمقرر لها غدا. وأعرب صلاح عن سعادته بالتواجد في ليفربول مؤكدا أن لاعبي الفريق يدعموه وهم بمثابة عائلته. وتابع النجم المصري على أنه متحمس لبدء مباريات دوري أبطال أوروبا في أنفيلد مؤكدا على رغبته في الفوز بمباراة إشبيليا. يلتقي في 9:45 مساء اليوم باستاد أولد ترافورد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مع فازل السويسري والمحترف ضمن صفوفه المصري عمر جابر ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا. خسر فازل مباراته الأخيرة بالدوري السويسري أمام لوزان بنتيجة 2-1 وتراجع للمركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة بفارق 3 نقاط عن يانج بويز المتصدر بعد مرور 7 جولات على انطلاق المسابقة. في المقابل يدخل مانشستر يونايتد منافسات دوري أبطال أوروبا لأول مرة تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو ويبحث عن تاريخ جديد مع المدرب الذي نجح في الفوز مع الشياطين الحمر بلقب الدوري الأوروبي العام الماضي. تحوم الشكوك حول مشاركة اللاعب المصري محمود تريزيجيه لاعب فريق قاسم باشا في مباراة فريقه أمام جالاتاسراي والمحدد لها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 5 من عمر مسابقة الدوري التركي. وأصيب تريزيجيه بشد عضلي عقب الجهود الكبيرة والتي بذلها في مباراة قاسم باشا ومالطا سبور والتي أقيمت أمس الاثنين ضمن منافسات الجولة 4 والتي انتهت بفوز قاسم باشا بنتيجة 3-2. نجح محمود تريزيجيه في تسجيل هدف وصناعة آخر خلال المباراة ليرفع رصيده من الأهداف في الدوري التركي هذا الموسم إلى 3 أهداف. اقترب الدولي الأسباني دييغو كوستا مهاجم تشيلسي الإنجليزي من العودة إلى ناديه السابق أتلتيكو مدريد وذلك خلال أيام قليلة، حيث سيصبح كوستا أغلى لاعب في تاريخ ناديه بمبلغ 60 مليون يورو. وقالت صحيفة ميرور البريطانية أن الاتفاق على انضمام كوستا إلى أتلتيكو سيتم الإعلان عنه في غضون الساعات القليلة المقبلة، على أن ينضم اللاعب إلى ناديه رسمياً ابتداء من يناير المقبل تنفيذا لعقوبة منع أتلتيكو من القيد والمسلطة عليه من جانب الفيفا. وعانى كوستا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أزمات عديدة مع إدارة ناديه والتي رفضت عودته إلى ناديه السابق على الرغم من عدم اعتماد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي عليه طوال فترة الإعداد للموسم. أكد جارث بيل لاعب ريال مدريد الأسباني أنه سعيد باللعب في أكبر نادي في العالم مقللا من الشائعات والتي تحدثت عن رحيله بسبب وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وقال بيل في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية أن اللعب بجوار نجوم مثل كريستيانو ولوكا مودريتش وغيرهم من اللاعبين يجعله أكثر تمسكا بالبقاء في ريال مدريد. ونفى بيل وجود أي مشكلات بينه وبين كريستيانو، حيث شدد على العلاقة القوية والتي تربطه بالنجم البرتغالي وأفضل لاعب في العالم لعام 2016. نفى الألماني تشيجن حارس مرمى برشلونة الإسبانية أن يكون تفكير لاعبي البلوغرانا في الثائر من يوفنتوس الإيطالية قبل لقاء الفريقين في الجولة الأولى بدور المجموعات بدور أبطال أوروبا. وقال تشيجن في المؤتمر الصحفي والخاص بالمباراة: نحن لا نتطلع للثأر أو شيء من هذا القبيل، ولدينا فكرة عن طريقة اللعب ونريد الفوز فقط دون التفكير فيما حدث في الموسم الماضي. وتابع تشيجن: لقد تغيرنا قليلا عن العام الماضي ونريد أن نتعامل مع المباراة بشكل مختلف، نريد القتال على جميع الألقاب، غدا فرصة جيدة لبداية جديدة. ماركو فاسوني المدير العام لنادي ميلان الإيطالي أسفه تجاه تصريحات مينو رايولا وكيل أعمال جيانلويجي دوناروما حارس مرمى الروزاناري، والذي قال أنه لا يؤمن بمشروع الميلان، مشككا في عودة الفريق صاحب السبع ألقاب بدوري أبطال أوروبا في سابق عهده. ورد فازوني على رايولا عبر صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية أن رايولا يقول إنه لا يثق في مشروع الميلان وهذا يؤسفني، وأضاف أن رأي رايولا يعبر عن موقفه فقط، مؤكدا أنه شرح له مشروع النادي للسنوات الخمس المقبلة ولكنه لا يزال لديه شكوك. وشدد فاسوني على سعادته بتواجد دوناروما في الميلان، مؤكدا أنه دليل على إيمان اللاعب بمشروع النادي المستقبلي. إلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية. والبداية من الجمهورية، الأهلي يخاطب القوات المسلحة للسماح لسعد سمير بالسفر. ومن المساء باكماني يظهر في الأهلي بهدفين في الجونة. من الوفد الأهلي ينهي تصاريح سفر 12 لاعبا إلى تونس. ومن المصري اليوم، عبد الحفيظ لم نتطاول على الحكام والأهلي هو من تعرض للظلم. من الوطن سبورت، حسام البدري يجتمع بأبو ريدة للشكوى من التحكيم. ومن الشروق، الأهلي يحذر صالح جمعة من الاستهتار. أما من فيتو فمباراة الترجي تؤجل اختيار تيشيرت الأهلي الجديد. ومن يلا كورة، عبد الله شامي ينضم للأهلي خلال يومين. في الجول، مدرب الأهلي واثقون من الفوز ضد الترجي. ومن دوت مصر، محمود طاهر يشيد بمشروع بطاقة جمهور الأهلي.
واخيرا من يورو سبورت عربيه، الاهلي يستعد للترجي بنصف دسته اهداف. الى هنا تنتهي نشره اخبار السادسه من قناه النادي الاهلي. دمتم في امان الله.